حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير، فقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. ولا مواضيعنا في هذه الفقرة موضوع مهم جدا يجب أن نتحدث به. أثناء فترة استلام الحكومة الحالية صدرت بعض القرارات من قبل الوزراء ومن قبل مجلس الوزراء، ولكن القرار اللي ركزت الناس عليه وطالبت وزارة الاتصالات ومجلس الوزراء ب وجوب اتخاذه هو قرار الضريبة اللي على شركات الاتصال اللي تؤدي إلى رفع سعر كارتات الهاتف النقال. الضريبة كان بدال ما يدفعها أو تدفعها الشركات كان يدفعها المواطن. حاليا قرار تم إصداره من قبل مجلس الوزراء انه رفع الضريبة عن الشركات، بالتالي لا الدولة استفادت ولا المواطن ولا الشركات راح تنطي ضريبة، فقط المواطن هو اللي استفاد. انه شلون الكارت رجع سعره 5.5 او 5000، شوف ايش قد راح يرجع سعره. طبعا القرار من بداية شهر ال 12، من 1/12 هو بداية اصدار القرارات او القرار هذا اللي هو رفع الضريبة 20%. أنا عندي تعليق بسيط. أولا عاشت إيديكم على القرار، ولكن يجب أن تكون الضريبة على الشركات نفسها، الشركات هي اللي تدفع الضريبة، مو المواطن هو اللي يدفع الضريبة والدولة ما تستفاد. اللي صار أنه الدولة قررت أنه ما تستفاد حتى المواطن ما ينظر حتى الشركة تستفاد، يعني اكو عدم استفادة وعدم ضرر واستفادة. الاستفادة للشركات، عدم الاستفادة للدولة، عدم الضرر للمواطن. هذا الموضوع اللي كان كل المواطنين يتحدثون عنه، انه يابا الكارت ابو الخمسة ليش انا اشتريه ب6.5؟ اوكي ممكن ب5.5 اشتري سعر البيع والشراء بالاسواق بالهذا، عمي ممكن ب6000 دينار، بس ب6.5 رقم جدا عالي، لدرجة انه الكارت ابو 25000 سعره 31500، يعني الربح هو 25 31500، 6000 دينار ونص ربح الكارت ابو 25. وبنفس الوقت هاي 6500 هي سعر الكارت ابو الخمسة. هاي الاسعار المبالغ بيها اللي كانت موجودة من 1/12 راح تكون مجرد قرارات تم اصدارها، وان شاء الله ما راح نشوفها. طبعا كان بودنا انه نستضيف احد المسؤولين او الناطق الاعلامي باسم وزارة الاتصالات، ولكن مع الاسف رفضوا انه يطلعون بحجة انه البيان واضح وما هم غير مخولين بالخروج. ما اعرف انا وزارة بحجم وزارة الاتصالات، هاي رسالة لكم، عدم الظهور وعدم التوضيح نخلي عليه علامة استفهام. اليوم من اصدرتوا هيك قرار لازم تكون اكو شجاعة بالتصدي لهذا القرار، تكون اكو شجاعة بالكلام والحديث والخروج والتوضيح اكثر. البيان اللي صار نعم هو واضح، ولكن رفع الضريبة رد نعرف انه الشركة بعد ما تدفع ضريبة للدولة، بالتالي المواطن حتى يشتري الكارت رخيص، او الدولة او الضريبة صارت تدفعها الشركة لازم للدولة والمواطن رخص عليه الكارت، كان لازم تطلعون وتوضحون هذا الشيء. وزارة الاتصالات وزارة جديدة، عملكم بعد بالبداية نزلتوا كم قرار بالبداية، مدحناكم قلنا لكم عاش تديكم، بس رفض الظهور والتوضيح على بعض القرارات
هذا موضوع راح نتحدث به بالحلقات الجاية، وأتمنى ما يتكرر. الناس من حقها تعرف وتسمع وتأخذ المعلومة من عندكم، لأن أنتوا اللي تصدرون القرارات، وأنتوا اللي تنفذون القرارات، وأنتوا اللي مسؤولين عن وزارة بعموم العراق. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وماذا كانت ردود الأفعال حول هذا القرار. مجلس الوزراء يصوت على قرار بإلغاء ضريبة 20% على كارتات الاتصالات والإنترنت بدءا من مطلع الشهر المقبل. بالمناسبة موضوع الإنترنت أيضا على ما أعتقد أيضا راح يتخفض سعره، لأنه الإنترنت مثل ما تعرفون في دولة مثل تركيا مثلا، نضرب مثل بها، في دولة مثل تركيا الإنترنت هناك الشهري ب 15,000 على ما أعتقد، 15,000. إحنا هنا الإنترنت الشهري ب 50,000، 50,000، وأكو ب 40,000. زين، ولا سوبر ولا 4G ولا ما أعرف شنو، نفس الجودة السيئة. زين، بخصوص الواي فاي نفس الحالة، أقول لك هذا البزنس وهذا المعرف شنو وهذا المتوسط وهذا كله نفس الحالة، الأبلود والداونلود سيء جدا. فلازم أيضا نتحدث بهذا الموضوع، موضوع الإنترنت. طبعا إضافة إلى هذا القرار، قرار الإنترنت وقرار شركات الهاتف النقال، أيضا مجلس الوزراء أصدر قرار مهم، وتثبيت أجور وعقود وزارة الكهرباء. وزارة الكهرباء بها عدد كبير من الموظفين، من العقود والأجور اليومية تم تثبيتهم على الملاك الدائم للوزارة بقرار من مجلس الوزراء. هذا أيضا صدر في الأيام السابقة، طبعا خطوة موفقة، هي إصدار القرارات اللي تصب في مصلحة الشعب، تصب في مصلحة المواطن والخريج واللي عنده شهادة، وهذا هو إنصاف للناس اللي اجتهدت ودرست وأخذت ونالت اللي الطموح أو أخذت العمل أو الاستحقاق اللي هم اشتغلوا ودرسوا من البداية على موده. يعني شكرا على هذه القرارات اللي تصب في مصلحة المواطن. حسين القيسي يقول: إذا فعلا رجع الكارت إلى سعره الطبيعي أعتبر هذا إنجاز للحكومة يحسب للسوداني. أما همام عبد الله يقول: قرار إلغاء الضريبة عن شركات الاتصال ليس اقتصاديا للدولة، فهو يسهم في تقليل إيرادات الدولة المالية، إيرادات غير نفطية. كان الأولى هو إلزام شركات الاتصال بتحمل هذه الضريبة وعدم تحويلها إلى المواطنين، يعني تلزم شركات الاتصال بدفع ضريبة للدولة على أن لا ترفع سعر كارتات التعبئة، لأن هذه الشركات تحقق أرباح خيالية ولا تدفع مستحقات للدولة. تعليق من قبل عمر كريم يقول: جميعها قرارات تصب في مصلحة الشعب، عاشت ايدك شياع، استمر على هذا الأداء واصلح ولو جزء قليل بما أفسده السابقون. أما جراح يقول: السوداني غير تنطي هذا القرار الصبح لمن ما اشتريت كارت، يلا قررت. حبيبي من 1/12، وإذا اشتريت كارت القرار يصير من 1/12 ينزل سعره، فإذا اشتريته ب6:30 اليوم عادي باكر تشتري ب6:30، 1/12 يلا يرجع سعره الطبيعي. آخر تعليق من منتظر يقول: ومتى التنفيذ؟ كل اللي يجوي قبل نطونا وعود وعيشونا بأحلام وردية وطلعوا من الحكم وما نفذوا كل شيء، نتمنى تنفيذ على أرض الواقع. 1/12 هو التنفيذ يا منتظر الخفاجي. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول، ألا وهو موضوع رفع الضريبة
اللي على كارتات الهاتف النقال، وأيضا موضوع تثبيت عقود وإجور وزارة الكهرباء. موضوعنا الثاني في هذه الحلقة هو موضوع هندي صار رئيس وزراء بريطانيا. بريطانيا الدولة اللي هي تتحكم بمقدرات ما أعرف كم دولة حول العالم، بريطانيا اللي هي من زمان تركز على موضوع الاستعمار وعلى موضوع التشعب بالدول. هذا الهندي اللي صار رئيس وزراء بريطانيا بالفترة اللي مضت ما صاير لأيام، طلع بتصريح وقال أمن واستقرار كردستان العراق، جزء قوي من عراق قوي. طبعا يقول المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إقليم كردستان واستقراره كجزء من عراق قوي وموحد. أول شيء انتش عليك، سؤال وجيه، انتش عليك انت يعني شنو بالعراق، شنو بكردستان، شنو علاقتك بالموضوع حتى تجي وتصرح أمن وش اسمه واستقرار وكجزء من عراق؟ انت شعليك، انت ايش دخلك بالموضوع؟ يلا حسنا قصاف، يلا واحد يقول لي بالله هذا يعني شنو علاقتك انت بموضوع امن واستقرار كردستان او العراق او البصرة او بغداد؟ اي مو كافي، مو انتو دمرتوا البلدان، انتو اللي خليتوا الناس ترجع قرون لورا، انتو اللي وين ماكو مشكلة نلقى خشمكم بيها. النوب يلا ما ادران شيء، يعني انا يعني المشكلة واحد يعبد الهايشة البقرة جلكم الله كرم الله السامع، يعني واحد يعبد حيوان، يعبد بقرة، ما ادري تحكم دولة، والله كارثة هاي. يظل يحكي واحد يقول لك هذا تنمر، اين حقوق الانسان، حقوق الانسان اللي صدعتوا راسنا بيها وانتم ما تنفذوها. طلع نحن ننفذ حقوق الانسان احسن منكم 100 مرة، بس انتم عندكم اعلام ومسلسلات وافلام، حياة وردية، ماكو شيء، ماكو شيء تبينون للناس، كل شيء ماكو، الامور والوضع مستتب على اكمل ما يكون. هذا الهندي اللي هو رئيس وزراء بريطانيا اللي اسمه ريشي سوناك يقول المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إقليم كردستان واستقراره كجزء من عراق قوي وموحد. شوف التعليقات الناس، فارس يقول له والله وقت خلى هاي الشوكولات تتكلم عن العراق وامنه. انا عباد يقول شوكولاته، طلع شوكولات، واي والله على العراق وامنه. اما ام علي العزاوي تقول وانتم شنو موقعكم بالله عليكم، انتم شنو موقعكم، صدق شنو موقعكم، انتم موقعكم من الاعراب شنو؟ ابو احمد يقول انت لو بيك حظ ما عبدت الهايشه. ابو احمد انا ما له علاقه، ابو احمد تعليق عراقي بالفيسبوك، انت لو بيك حظ كان ما عبدت الهايشه. طبعا تجري الان مباراه البرتغال وغانا في كاس العالم، الان المباراه اكيد يعني انا هسه ما حد جاي يشوفني، كلكم راح تشوفون البرتغال وغانا، بس يعني بكت بالعاده تشوفون يعني البرتغال وغانا. جاسم محمد سعد يقول من نسمع شجب واستنكار يصير عندنا شك، منذ تاسيس الامم المتحده
من ايام عصمة الكتاني، الكتاني او لو الكناني والله ما هو كاتب الكتاني، وخافير بيريز دي كويلار وبطرس غالي وكوفي عنان، ما ظل عندنا ثقة بيكم. يحيى يقول بريطانيا تعمل على عراق قوي منذ الثمانينات والآن تحقق ذلك. اي والله صدق عراق قوي ما شاء الله، هي بالعكس الموضوع تعمل على عراق متفكك غير متجانس. علي يقول تخيل بريطانيا كانت محتلة الهند وهسه رئيسها من أصل هندي. هذا آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع رئيس الوزراء البريطاني من أصل هندي اللي يقول أمن وأمان إقليم كردستان من مسؤوليتنا. ما أعرف يعني مسؤوليتك بشنو، ما أعرف مسؤوليتك تجاه شنو، ما حد يعرف. على العموم موضوعنا الثالث في هذه الحلقة، أنا شوي أبدأ أسولف بهالموضوع بشكل مستفيض، الدولار. الدولار اليوم قعدنا الصبح لقيناه 49.50 بيع ما بين بيع وشراء، 149.50 الشراء 149.5 طبعا، والبيع 150. ليش؟ ليش كل هذا اللي جاي يصير؟ احنا طلبنا من رئيس الوزراء محمد الشجاع السوداني في اول يوم اجابي، طبعا انا ما اقول لكم انه الدولار لازم يتغير بيوم وليله، لا اصلا انا ضد هذا الشيء. خلينا نحكي وياكم هنا، انا ضد ان الدولار يتغير بيوم وليله وينزل نزله كبيره او يصعد صعده ما انزل الله بها من سلطان. انا ضد هذا الشيء لانه هو الدوله ممكن تتاثر، التجار، المواطن العادي، كل الناس ممكن تتاثر. ولكن احنا طلبنا انه يابي الدولار شويه شويه ينزل، كان 48 و47 قدناه شويه شويه ينزل يوم عن يوم ينزل لحد ما يرجع يستقر على 119 120. اليوم الدولار لا صار بالعكس، صعد 49.5 و50. يعني ليش هاي على مود السهلون الحساب للعالم؟ يعني الورقه تصير ب 150 الف حتى تصير الحساب عادي، 200 دولار تصير 300 الف، 300 دولار تصير 450 الف، عشان تسهلون حساب العالم لو شنو الموضوع فهمونه. يعني اكثر من مره حكينا انه يابا المواطن ما يقدر يتحمل هاي التكلفه الكبيره، التجار تغلي الاسعار على المواطن، الدوله. بس هو في زمن رئيس الوزراء السابق الدوله ما خسرت، استفادت، ولكن من جيب المواطن طلعت فلوس وراحت من جيب المواطن. يقول سعر شراء الدولار يرتفع الى 149.5 من صرافات بغداد اليوم، وبسعر 150 ألف دينار في الصرافات الاخرى، ليحطم رقما قياسيا جديدا. سعر الشراء 149.5 وكو صرافات 150 ألف. رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظم ويتوسمنا بيك وجاي نساند أغلب القرارات اللي جاي تنزلها، ولكن يجب أن نعرف من هو المسؤول الأول والوحيد والأخير عن موضوع الدولار. محافظ البنك المركزي، البنك المركزي نفسه، مجلس النواب، أم رئاسة الوزراء؟ منو المسؤول حتى نعاتبه؟ منو المسؤول حتى ندق بابه؟ منو المسؤول حتى نسولف وياه؟
ليش الدينار العراقي صار أرخص من الرخص؟ باع الدينار الكويتي، باع الريال الإماراتي، مدري القطري، مدري السعودي. شوفوا العملة شلون غالية. ليش احنا الدينار مالتنا ال100 دولار صارت 150 ألف دينار؟ ليش؟ هذا الموضوع أتمنى يوصل إلى سيادة رئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، وأتمنى أنه يتخذ قرارات عاجلة به، ويسهم مع البنك المركزي العراقي ومحافظ البنك المركزي في موضوع انزال الدولار إلى درجات أدنى. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وماذا كانت ردود فعل الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. أبو دانيال يقول نريده يثبت على 200 حتى بسرعة نحسب وما ندوخ، ملينا كل ما نريد نسولف على الدولار نطلع الحاسبة. اي والله عاشت ايدك انت هذا همك صدق، يعني والله هم شايل انت مقرود. الدكتور شوقي الصفار يقول صدق كذب يا معودين، احنا عبالنا حيصير ب110 لين صدعتوا رؤوسنا بالاعلام، صار سنة تتحدثون عن خطأ رفع الصرف وفلان السبب وعلان السبب. طبعا كريستيانو رونالدو سجل حاليا هدف في مرمى منتخب غانا من ركلة جزاء، اللي هو مثل ما تشوفون العاجل على الشاشة أسفل الشاشة، رونالدو جول جزاء على منتخب غانا. المباراة يا دقيقة حاليا مخرجنا إذا تقدر تنطيني الدقيقة 65، غانا والبرتغال، البرتغال تتقدم بهدف عن طريق كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء. وطبعا قناتنا قناة الأيام الفضائية مواكبة كل الأخبار من خلال الشريط اللي ظاهر أسفل الشاشة، كل نتائج كأس العالم وأيام المونديال كلها تشوفوها. أوات ليش هيك مكيف يعني نورس؟ ليش أوات مكيف هيك يعني؟ منو مقول يونس محمود؟ ايش دعوة هيك جاي يقمز يعني؟ ليش يقمز هيك؟ كسروا الاستوديو هاي شنو هاي؟ راح اشتكي عليكم بالمباشر. شنو هاي شو اسمه الافراح هو رونالدو قول؟ منو قول يعني؟ استغفر الله رب ويتوب اليك. هو رونالدو قول؟ لا اله الا الله. خلينا نكمل التعليقات. رونالدو قول البرتغال يعني. يلا يلا. محمد شاكر يقول سعر صرف الدولار ب 150 الف وكيس الطحين ب 50 الف وكشفية الطبيب ب 25 الف. ال 50 الف والشعب فرحان ومكيف لان سعر كارت الاتصال نزلوا منه 1000 دينار. ميسور يقول وزير المالية سد عجز موازنة الدولة كاملة على حسابنا احنا، وطبعا مستحيل يرجع يخفضوا السعر القديم. هذا كان اخر تعليق بخصوص موضوعنا الثالث في فقرة فيس تو فيس. خلينا نشوف نتائج المونديال، يعني ما شاء الله نتائج المونديال يعني بعدها البرتغال فايزة على غانا مع الأسف. بذكر المونديال، البارحة صارت نتائج قوية وأيضا صارت أحداث قوية بالمونديال، من ضمنها حدث العالم كله حكي به ألا وهو حدث المنتخب الألماني والتقاطه للصورة الشهيرة بهذا الشكل، بما معنى تكميم الأفواه. شوف التقط هاي الصورة ليش؟ قلوا لي ليش، اسألني ليش التقط هاي الصورة المنتخب الألماني في أولى مبارياته في كأس العالم. قطر كبلد إسلامي خلت شروط
من ضمن هاي الشروط عدم رفع أو وضع أعلام أي شيء ينادي بالشواذ، المثلية الجنسية، الشواذ، المثليين. زين، ألمانيا وإنجلترا والدنمارك وبعض دول أوروبا اعترضوا شنو؟ واحنا نريد نخلي بالكابتنيه وان لوف ونخلي علم الشواذ ذولا. قالوا لهم يابا القرار واضح، اذا كابتن الفريق لبس بالكابتنيه مالته علم الشواذ المثليين الجنسيين ياخذ انذار مجاني قبل لا يدخل المباراه. انذار اخذ، يلعب اللعبه بانذار. زين، وطبعا وزيرتهم شفتوها من زعت السترة ومخلي العلم هذا. زين، علم الشواذ. زين، انا بس ارد قبل لا اكمل بالموضوع، طبعا انت شفت الصورة مسوين هيك هم، بشوفوا لك اثنين لاعبين مسلمين، واحد منهم روديغير، هذا اللي يلعب بريال مدريد، روديغير المدافع. ما يعني ليش خويا انت، ليش وانت مسلم، انت مسلم وانت شوف ضاجوا في الاستوديو، ضاجوا لان هم يشجعون ريال مدريد، لان حكيت على شوف الناديويه المقيته اللي موجوده عندنا. يلا نعوف الموضوع، ما نحكي فيه شلون هاي، هو لاعب واحد من فريق يمثل فريق هم مسوي له هيجي، ما يصير. على العموم خلينا نكمل موضوع، انا نعوف موضوع ريال مدريد لان هنا الجماعة ما يرضون ما شاء الله، ترى سيقطعون البث علي والله، كلهم يشجعون الريال. هذا القرار اللي صدر اعترضت عليه الدنمارك مثل ما قلت لكم، وألمانيا وإنجلترا، هولندا، هواي دول. ألمانيا بعد ما سووا هاي الصورة واعترضوا، خسروا 2-1 من اليابان، خسروا 2-1 من اليابان. طبعا بالمناسبة احد المنتخبات ما يذكرني اسمه اجى بطيارة عليها، اعتقد هم الالمان نفسهم، عليها علم تحمل شعار المثلية الجنسية، رجعوهم راحوا على عمان، بدلوا الطيارة وجوي. يعني شوف هنا وصلت بيهم الحالة انه حتى بالطيارة. زين، اصرار كبير، مثل ما انتم عندكم قوانين وقرارات ما تمس وتردوننا كنا نحترمها، انتم كذلك احترموا هاي القرارات، قرارات دولة عربية ومسلمة. زين، وهاي رياضة ما لها علاقة، انت جاني والله لو ادعمهم واخلي بالكابتنية مالتي علم، لو اخلي رقمي علم مال مثلية، لو والله ما العب، بويا الله محمد وعلي وياك، خط الصد ما رد، ما ادري ايش يصحوا لهذا المثل. زين، الله محمد ودرب الصد. زين، انت جاي هنا ببلد تحترم قوانينه، تحترم ال 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 الشغلات اللي يخليها، مثل ما طبعا هوغو لوريس حارس منتخب فرنسا باحد المؤتمرات الصحفيه تصرح تصريح حلو، قال يجب ان نحترم قرارات قطر، مثل ما احنا في فرنسا نخلي قرارات ونريد الناس تحترمها، احنا لازم نحترم قرارات هذا البلد، لان هو مخلي قرارات يريدنا نحترمها، احنا بنفس الوقت مخلين قرارات ولازم الناس تحترمها وتنفذها. فالمانيا سووا هيجي وخسروا من اليابان على يعني 2-1 في مباراة غير متوقعة، وطلعت هاي رئيستهم مدري وزيرتهم نزعت السترة وخال لهنانا وان لوف وقلب الحب، وهذا هاري كين ابو انجلترا ضايج لين ما لبس الوان لوف. شو عمي، هي فطرة، انا خلقناكم من ذكر وانثى، انا خلقناكم من ذكر وانثى، شنو هسه موضوع الشواذ؟ هي شواذ، خلونا نحكي مثلية جنسية، وان لوف، شلش مئزاز هذا القرف، ولا حد يقول لي حريات وحقوق انسان، اي قرف هذا، حق انسان بالشاذ
بالقرف حقوق انسان، حقوق انسان ما تعذبه ما تعذبه، بس مو يجيني البشر والله شاذ ولازم انا احترم حقوقه. هذا مرض، الشذوذ مرض لازم نعالجه، مو والله حقوق انسان انت وحقوقك وانسانيتك وخذها وروح منا، عوف كاس العالم اذا ما تريد تلعب، عوف كاس العالم. حقوق انسان، نشوف التعليقات ماذا كانت حول منتخب الشواذ، منتخب المانيا اللي رفض القوانين وسوى هيجي. نعيم يقول روديجير لاعب ريال مدريد، عليش مسود وجهه؟ مو على اساس مسلم ورايح للحج باو، مو بس انا يحكي على روديجير، حتى الناس. عمر يقول يلا اخذوا حريتكم وافواهكم وولوا منا، اساس هم تكميم الافواه، افواههم مكممه. صفحه عشاق ريال مدريد تقول يا ايها الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. صدق الله العظيم، انا خلقناكم من ذكر وانثى لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ذكر وانثى، شعوب وقبائل، ذكر فطرة، هي الفطرة الإلهية، الفطرة ولد وبنين، ولد بولد بنين بنين، شنو الشواذ هذا، شنو القذارة هاي؟ هي منبع القذارة من أوروبا، ويقولوا لي بلاد الإنسانية، بلاد ال، خلونا ساكتين. صقبان يقول قطر لقنوا الغرب، معنى احترام الأديان واحترام الدولة التي هم ضيوف عليها. أما أمير عباس يقول لعدش قد واصلين المرحلة من السقوط الأخلاقي والإنساني هؤلاء. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة العروبة. هذا كان آخر تعليق بخصوص آخر موضوع من مواضيع فيس تو فيس.